يا طيب ضاقت الأماكن عليك. يا هو إيش سالفة الجماعة؟ إيش الحماس الزايد هذا معهم اليوم؟ شوف ابن الذين، شوف هو كرشته. وخر يا أخي، وخر يا أخي، وين المضرب؟ وخر يا ترامب، شوف له صرفة. ثواني ثواني بجيك، ثواني. وين المضرب؟ من زمان ما جلدت واحد. وينك؟ قل له والله ودي يصقع مرة ثانية، بس خايف انه يصقع يعني ناس بريئين كل البراءة فيهم. يا جماعة كافيه، كافيه وربي كافيه، ما هو بجيم، مش طبيعي الوضع. هذا جماعة الاركيد الظاهر كلهم يتمرنون بعد يكون وقف فترة طويلة كذا ورجوله تعوره فيجلس يتمرن. شوف هذا، شوف شوف شوف. ويلا صباح خير، صباحنا وصباح الملك لله. مثل ما تشوفون يا اخوان القفازات الحين اول مره انتبه لها اللي اشتريناها امس. طبعا قبل كل شيء احب اشكركم على الكومنتات اللي حطيتوها. اول شيء قناه ابن الثعبان، استمر يا اسطوره، اشكرك على الكومنت. عثمان يقول السلسله هذه ادمان، استمر. ارشح رقم 6 اللي هو موضوع الاضاءه اللي طلبته منكم في الحلقه الماضيه، وش تبغى انت؟ اخر يا طيب سامح برضه نفس الكلام، اختاروا السبوت لايت عجبهم اللي هو رقم 6 كان في الحلقة الماضية. وغير كذا سامه نصحني اني اركز على اركيد واجمع فلوس وبعدين اطقم بالبيسيات في الطابق الارضي. وهنتر يقول لي الاضاءات وتوزيعها تحفة، تحتاج مهندس ديكور. ما يحتاج مهندس ديكور، لعبات الديكور انا. طيب شوف اقتراح الدور اللي تحت، خله كامل بيسيات والدور الثاني اركيد. حلو، فكرة صراحة عجبتني. بخلي الزاوية او الطابق هذا كمبيوتر وفوق الاركيد كامل، بحيث حتى الاكل واللي يطلب كوفي والامور هذه يكون على شو اسمه الحلوه هذه قريب منها، ما تتاخر عليهم بالطلبات. وبعدين قال يتمنى توحد الشكل واتوقع بيكون احلى، او كل جدار نفس النوع عشان يعتبر ركن خاص بالنوع هذا او بالنوع المعين من الالعاب. اتمنى تستكشف اكثر اللعبه لا تنهي سلسله حياتي. اشكرك على الكومنت يا هنتر، فكره عجبتني. وموضوع الجدران زي انك ذكرتني فيه صراحه ناسيه، اتوقع هذا ممتاز كذا، تحس انه هو عاجبني صراحه. بس التقطعات هذه اللي في الزوايا هذه تشوفونها، يعني لو انه اللون هذا مكمل للاخر هناك اتوقع بيكون شكل محل افضل، بس ما ادري ليش مقطعينه كذا. المشكله انه خلاص يعني لون المحل كامل تختاره مره واحده، ما يمديك مثلا مثل ما طلبت يا هنتر. فهمت انا فكرتك بس ما اقدر اطبقها، فهمت؟ طيب خلينا نجرب هذا. هذا حسه نوعا ما افضل، بحيث يكون الفاصل هذا مش واضح نفس ما يكون كامل، فهمت علي؟ الاسود، الاسود ما له داعي. خلنا صراحه هذا عاجبني اكثر شيء. هذا كيف؟ هذا ما ينفع، خلنا نختار هذا. والله ما انا مصدق يا اخوان ان حلينا مشكله الكهرباء، يعني خلاص الصفحات اللي ارتبها وكذا ما راح اعدلها مره ثانيه. وغير كذا على طاري الاستكشافات، عندي لكم استكشاف ثاني اليوم. موضوع الحرايق يا اخوان عندي حله اقول لكم عليه بعد شوي، بس انا في شغله كنت ابغى تسويها اللي هو احرك هذا، ما ادري ليش وقف. 15000 يا سلام، الله يعطيك العافيه، حياك. اول مره اشوفك انت، شكلك جديد في المدينه. موضوع الحرايق يا اخوان بكل بساطه، وينه؟ التكييف. يعني تخيل التفاصيل، إضافة التكييف ما هو بعبث، إضافة الشرطي شفنا في الحلقة الماضية، وإضافة الشحات هذا اللي يفرفر، كل واحد له فائدة، يعني كل شيء له فائدة، حتى التكييف يبرد يعني حرارة شو اسمه البي سيات وكذا، عرفت؟ فإذا كانت في حرايق أعرف أن التكييف عندك فيه مشكلة. وأتذكر برضه هنتر قال لي عليها قبل، ضيف مكيف في الطابق اللي فوق، فراح نسوي هذا الشيء إن شاء الله ونضبط موضوع التكييف. هذا التكييف عندي 3 انواع منه، هذا 3 نجوم، 4 نجوم، 5 نجوم، 4.5. خل بنشتري منه 2. وعلى طلبات عثمان هذا ابو 4 نجوم، كويس انه 4 نجوم، بنطلب منه 5. في مروحه ما اتذكر كيف شكلها صراحه، بس خلينا نجرب نطلب منه واحده. وموضوع الاضاءه قلت بطلب لي من هذا، راح اطلب منه 5 ونشوف كيف الوضع. 2400 كويس. طبعا انا يا جماعه حذفت البي سيات لان البي سيات كانت نوعا ما رخيصه، بنرجع نرتب الوضع شوي. ما نشتري الا اقوى شيء في السوق بحيث يمدينا نجمع فلوس. صح، كانت في طاوله رابعه هنا امس. الشيء الثاني يا اخي شاغريني تبون صدق، كل شوي واحد طالب شو اسمه الاكسس هذا ومش فاضي لهم. من هذا اللي رمى من فوق؟ شفتوه؟
ايه هذا معبي الدنيا هذا الاصفر، لا يدخل محل، هذا لا يدخل محل. ورصيت لي كم من اركيد هنا بس بحيث اني يساعدني اجمع فلوس على بال ما ارتب المحل، فهمت يعني مؤقتا. في شغله تذكرون اللي هو هذا ما جربناه، خلنا نشتريه، ما ادري وش هذا الكوفي مشين اللي ما اشترته. او في ميك في امور كثير والله ما اشترته انا. حمام زياده ما احتاجه، صابون نحتاج الصابون، واللي ينشف اليدات هذا نحتاجه. كذا ضبطنا الوضع كويس اني جيت والله الجدران. ايش هذا؟ هذا السيلينج. تعال نسيت موضوع الارضيه، الارضيه المتناسق مع اللون هذا ما ادري. لا ابدا ما ينفع. وصلت طلبيتنا، سمعتوا هذا جاي فوق الجمل. والله الارضيات ماش صراحه، اما الاحمر هذا طيب. هذا وش رايكم؟ ما ادري يا اخي ما في شيء متناسق. هذا دقيقه خلنا نشوف السقف. انا على كل تجربه ادفع 200. السقف في شيء متناسق مع هذا؟ والله ما في شيء يا اخوان، وهقة صراحه. خلي سقف احمر. والله ما ادري، اعطوني رايكم انتم، السقف احمر ولا الارضيه حمراء؟ والاثنين احمر في احمر. احس اقرب شيء للون هذا اللي في الجدار الاحمر. خلينا نجرب الاثنين احمر. والله الشكل ما له داعي صراحه، مش عاجبني. اوكي الطلبات يقول لي وصلت. انا توني انتبه صراحه الموضوع الطلبات هذا ب 2000 و2000 و1000. هذا شكرا شكرا. ايه ارقص انت، حل راتبك يا ساتر. طيب الاضاءات هذه نحط هذا الإضاءة عند كل فاصل، أحس بيكون الشكل كويس. هذا أكثر شيء يجيب فلوس، هذا 4 نجوم، 4.5 نجوم. خلينا نجيب 2 من هذا 2 من هذا ب5000. إيش رأيكم في الحركة هذه يا إخوان؟ حطيت 2 متقابلين في هذا المكان، ولكن بسبب زحمة أحس ما أدري ما بقدر أستغل هذا المكان، يبي أجيبهم شوي يسار. هذا يسمونه تحليل المساحات. عشان أرص بعدين هنا كثير. يا طيب ضاقت الاماكن عليك. الله لا يبلانا، لا حول بالله يا اخوان. وش سالفه الاضاءه هذه كل شوي تطيح؟ يا هو ايش سالفه الجماعه بروتين ماخذين بزياده اليوم ولا ايش؟ ايش الحماس الزايد هذا معاهم اليوم؟ تمرون في محلي، اول مره اشوف واحد مره دخل محل. لعبه الفواكه هذه ما ادري ليش توقف. 6000 فلوسي ما عندي شيء، ما عندي شيء والله. شوف يقول لا تحرك، اذا تحركنا نجمتين صارت، خرب بيته. You have been fine. نتوب يا للأم المخالفة. موضوع المخالفة تشوفها من دقيقة. هذه جت عند الفواتير والله. الكهرباء عندي 80 والشرطي 20 دولار، بس عشان يتحركت شوية. ايش 12000 تونا 6000. الله اكبر على اللعبة هذه يا اخوان، والله بدون هذه اللعبة ما ادري ايش كنت اسوي انا في اللعبة. واحد هنا يضوي المكان، واحد بعد في الزاوية الثانية في الجدار هذا. يا اخي في جلتش الظاهر يصير، ما ادري ايش السالفة. اوكي كذا ضبطنا الوضع في الزوايا من الاضواء هذه. هذه وصلت المروحه اكيد يعني لي مش للزباين. بس دقيقه، اذا جو يدفعون احس انها مشكله. خلها تصقع فيني من وراء بحيث انها ما تكون في طريقي. امشي يا حبيبي امشي. في شيء انا حطيته هنا الاضاءه قلت عشان اشوف فلوسي، بس ما ادري بعدين رميتها الظاهر. هذيك هذه والله عشان اعد الفلوس. تمام نحط هذه، اضوي السيت اب. ما اتوقع انها مشكله لطريقي، يكون هذا نشب فيها بس. ها بدك تحرك؟ لا المحل نظيف اموره طيبه. ما يمدينا نحط الاضاءه برا، عاد من كثر الاضاءه داخل الحين احط برا. انا احس بنحتاج مكيف ثاني في نهايه الغرفه مثل ما طلبته. دقيق هذا مكيف قديم هذا. لا يا حبيبي لا، احنا ما نتعامل الا مع 5 نجوم. اوكي كذا الوضع 200 200. خلنا نحط القديم هذا بما انه موجود، نحطه مثلا هنا. طبعا موضوع الاوبجكتيف فوق يا اخوان، يمكن احد لاحظ فيكم فاين 3 باس بول بات اللي هو هذا. طلب مني
اجيب له ثلاثه بيسبول بات. طبعا بما ان فادني في موضوع الكهرباء وحل لي مشكله فوالله لبي له طلباتك كلها. بس ما ادري ايش راح يعطيني المره هذا. احلى شيء فيك انك مش سريع. اوكي يقول لي مان ام سوري بات اي دونت هاف ماني تو جيف يو. ما عندي فلوس الحين انا اسف بس بعوضك. اوكي الامور طيبه يا رجال. فدوه ايش هذا؟ هذا من وين جاي يا اخوان؟ انا ما طلبت كيبورد. ليكون قديم هذا من بدايه اللعبه. والله شكله قديم. ما ادري هذا اربع نجوم ولا ايش وضعه. الله عرفت ليش اكره البي سيات. عرفت ليش. هي يا طيب شوف ابن الذين شوف هو كرشته. وخر يا اخي وخر. لا اله الا الله. لا مش ناقص جريتش انا والله مش ناقص جريتش لين ما يخلص التمرين حقه. ايوه هذا كيف تمشي يا اخي؟ وين المضرب؟ وخر يا ترامب. شوف له صرفه صرفه بالله يا ترامب. مش ناقصه والله مش ناقصه. ثواني ثواني بجيك ثواني. وين المضرب؟ من زمان ما جلدت واحد. وينك؟ قله. والله ودي يصقعه مره ثانيه بس خايف انه يصقع يعني ناس بريئين كل البراءه فيهم. اتوقع هذه المشكله ما تصير الا لو واحد جاي يركض ويكون ايوه يكون مثلا ما يبغى يدفع فلوس وشارد من المحل او انه يلاحقك يبي يضربك. ولا عاده ما تصير هالمشكله. يا جماعه كافيه كافيه وربي كافيه ما هو بجيم. مش طبيعي الوضع. ما انتظر كل شوي واحد يتمرن. هذا جماعة الاركيد الظاهر كلهم يتمرنون بعد يكون وقف فترة طويلة كذا ورجوله تعوره فيجلس يتمرن. شوف هذا شوف 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 الله يخرب بيتهم. إيه هذا ضعيف يمكن نقدر نخليه في الوسط يكون اجمل ونحط هذا هنا في الواجهة. طيب يا شباب هذا الطابق الاول تقريبا خلصته بهذه الصورة. اعطوني رايكم. رصيت ثلاثة اركيد وهذا بالوسط حبتين وهنا ثلاثة وهنا الاثنين. هذا الاكثر شيء يجيبون فلوس وشكلهم رهيب فعشان كذا مكثر فيهم. وفي الجهة هذه حاط الثنتين هذا لهنا والثنتين مقابلهم وهذا الثنتين مقابلين الثنتين. وهنا افكر اجيب شاشتين كونسل بلاي ستيشن واكس بوكس هنا. وفي الطابق الارضي موضوع البي سي صراحة مزعج مثل ما شفتوا لكن بنشوف لنا حل معاهم. ويت وات اما نيران وانا اقول اتفلسف على الجماعة وحليت المشكلة وما ادري ايش. نسيت مشغل تكييف والله بعد ما حطيت. ليش يطيح يا اخي في هالمكان؟ مدري شوف حتى هذا طافي ما له صوت. اوكي بالعكس هذا الدليل يا اخوان هذا الدليل على ان المشكله من التكييف. والحين بنرمي هذا خلاص ما نحتاجه مسكين هذا. لا عادة لعبت في محله لعب. وبس يا شباب اشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقه الجايه. لا تنسوني بالكومنت واللايك وحياكم الله.